يعني فتاه خططت وبدون أن أسمي لأن لسنا أطرافا، لكن التي خططت والتي استهانت بحدود الله عز وجل والتي اتفقت مع وغد غرر بها أو غررت به أو غرر معا وأنجب طفل، هي التي تتحمل وهو الذي يتحمل، لكن لا نلقي هذا على الشريعة لأن الشريعة رسمت طريقا طاهرا واضحا، أنوار كاشفة طهر. هذا هو المجتمع الإسلامي، نعم، والمجتمع العربي ما، نعم، في ألمانيا والغرب لا نقبله في بلادنا. نحن عندنا لكن النسب هناك واقع له طريق مشروع هناك وهو واقع عقد الزواج. بس اسمح لي بهذا السؤال، هناك واقع أنه هذه الأمور هذا واقع حتى إذا كان الشرع يرفضها، هذا ابن زينة. طب هذا رأي الشرع، إذا الشرع يرفضها يعني إذا الشرع يرفضها لكنها موجودة هي واقع، ماذا نفعل في هذه الحالة بحقوق الطفل؟ يعني لو يعني حصل الأمر، حصل الأمر شو يعني نعمل؟ لو جاء دواعش إلى ألمانيا نقول إن هذا واقع نقبل الإرهاب والتطرف؟ لا، ما بيصير في مكافحة، هي أي مخالفة وأي محظور، نعم، تفتح له. أنت الآن بتكافئ المرأة، نعم، أنتم الآن تريدون مكافأة امرأة لم تلتزم بالشريعة، نعم، ولم تحترم أسرتها ولا عائلتها، نعم، ثم تبحثون حتى عن حلول لعلاقة غير شرعية. حتى لا نقارن ما لا يمكن مقارنته أولا، ثانيا لا يمكن مقارنة حال داعش بحالة لا حقوق إزاي؟ المرأة. لألك ليه؟ لألك ليه؟ هذا يقوم تبررون أستاذ الأخطاء. شيخ، هذا عم بيحارب شخص من طريقة، عم يقتل شخص بريء، عم بيهاجم شخص بريء، ولكن هذه المرأة حصلت ما تفعله هي كل واحد بيقرر إذا صح ولا الخطأ، ولكن ماذا نفعل بوجود الولد؟ في ولد، ماذا نفعل؟ الولد ينسب إلى أمه، وهذا متفق عليه بين فقهاء الشريعة. الله تعالى قال في القرآن الكريم، لماذا لا ينسب إلى الأب؟ ادعوهم لآبائهم. ماذا في حالة الأب؟ يا أخي اسمع القرآن للآخر، لا تقاطع القرآن، لا تقاطع القرآن، تفضل. واضح أن أنت غير مسلم. ادعوهم لآبائهم. شيخ شيخ شيخ، فإن أنت لم تعلموا آبائهم. بس اسمح لي، أنت ليس من وظيفتك، أو همشي. لا، بس أنت مش وظيفتك مسلم أنت أو غير مسلم. لا تحترم أنا عندما الإسلام. أكون أقف هنا، أنت لا ديني تحترم الإسلام أو انتمائي إلى العلماء. لا، ما ممكن، أنا من حقي أن أسأل، هذا أنا واجبي أن أسأل. أنت لا تحترم الإسلام ولا تحترم العلماء. أنا وليست أسأل. عندك مهنية الإعلام، ليست عندك مهنية الإعلام. يا شيخ أنا إذا أسأل. لا تدعونا مرة ثانية لهذا العبث. نعم. أنا من حقي أن أسأل، وأنت ليس من حقك تقول لي مسلم أو غير مسلم، هذا حرية. أنت رجل غير محايد، أنت غير محايد. حرية فضل. إيه؟ أنت الذي تفعله في الحلقة فوضى، وأنت تكرس للعلاقات المشبوهة والعلاقات غير المشروعة. لماذا لا تستمع رأي الشرع يا رجل؟ فضل. لماذا جئتم بنا؟ نعم، أجبني هذا الوقت، فأنك لا تريد أن تستمع إلى القرآن الكريم. ما هي ديانتك؟ ما هي ديانتك التي لا تحترم فيها القرآن ولا تحترم، نعم، فيها السنة شيخ، ولا تحترم فيها علماء الإسلام؟ نعم، نعم. شيخ، خلينا بصلب الموضوع معك. خلينا بصلب الموضوع، تفضل، ممكن تجاوب. لا، خلينا، ولا أنا 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 خلينا بصلب الموضوع، ونحن حابين أنت تكون موجود معنا. شو ديانة كل شخص؟ هذا حرية شخصية، ما دخل أي حدا فيها. طيب شيخ، هل بتسمعني؟ الشيخ روح، واضح انه روح. طبعا نحن وجوده معنا عشان يناقش معنا، ومن حق كمذيع انه يسال كمان ايضا، ولكن الشيخ رفض، من حقه دائما انه يرجع باي لحظه للبرنامج ويقول رايه اللي هو حابب، ومجرد ما نحن عزمناه حابين نسمع ايضا رايه، ولكن ايضا من واجبنا ان نسال مختلف الاسئله. اذا شيخ، اذا حضرت الحلقه بعد ما تركت ربما تشوفنا، انت دائما مرحب بك كل دقيقه ببرنامج شباب توك، تعبر انت اللي بدك تقوله، وايضا نحن نسال ماذا نريد ايضا ان نسال. شكرا لك، تفضلي.